بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، بداية أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، يمكن أيضا الاشتراك في قناتنا الثانية على اليوتيوب الموجودة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. طبعا حضراتكم موضوعنا مهم جدا، بحاجة إلى سماع الفيديو كله، لأننا هنتناول نظرية مهمة وثم سنقول رأينا في قضية الحرائق، وده إجابة على استفسارات هائلة أتت على الفيديوهات السابقة حول ما يجري حولنا من حرائق. وهنا يجب التنويه أيضا أننا نشرنا فيديو من حوالي 5 أشهر من الآن، أيضا رابطه في صندوق الوصف، بعنوان لماذا أو لا تتفاجؤون من الحرائق القادمة ولماذا سيفتعلونها. على كل حال انا جاي اقول للكل اننا بنستعرض نظرية غير نظريتنا علشان الناس يكون عندها احاطة في الشيء، فممكن ببساطة ان رأيي يكون مش صحيح، وده وارد يعني مش اكيد. فانا بشوف ان من اخلاقيات المهنة اننا نوضح للمتابعين ما هي نظرية الاخرين ثم نقول رأينا، وعليكم انتم يا ايها الاخوة ان تروا ما هو اكثر اقناعا، يعني نوع من انواع تعدد الاراء لافهام الناس اكبر من ما يجري حولنا، يعني لافهامهم ما يجري فعلا، وقد تكون نظريات الاخرين صحيحة. اول حاجة باختصار شديد، لان القصة والنظرية معقدة جدا، تقول هذه النظرية ان هنالك حربا مستمرة بقالها سنة ما بين امريكا والصين، وهدفها اقتصادي تدميري للصين من الداخل، وده بيفسر الانسحابات الامريكية من الشرق الاوسط والتي ستتواتر اكثر بعد فترة من عدة دول. وهذا لا يعني انكفاء امريكا من مناطق نفوذها، انما تقرب امريكا وتوجيه طاقتها لتدمير الصين من الداخل، وهو احد اهدافها، يعني ركزوا عليها من الداخل او تدميرها من الداخل. ازاي بقى؟ هو بتوظيف قصة التغير المناخي، لاحظوا انها غير منفية، قصة التغير المناخي، هنالك التغير نعم. تقول النظرية ان هنالك توظيفا سياسيا وتخريبيا داخل قصة التغير المناخي. ليه؟ لتبرير الساحة، لتبريرها ان الحرائق دي سببها التغير المناخي، مع العلم ان كل الحرائق اللي حصلت في مناطق رطبة، وان الموجات المطرية والحارة التي تضرب مناطق الغابات تكون رطبة جدا، وهي غير مواتية وموالية لاشتعال حرائق، فانتبهوا لتلك القصة. فالهدف ايه؟ الهدف هو العمل على اخضاع البشرية كلها من جهة تمويل واحدة وتقديم قروض هائلة، وسعي الدول كلها لشعوبها، يعني شعوب كل الدول ستفرض عليها تركيب واستخدام الطاقة النظيفة البديلة، ان كان من سولار عنفات هواء، تبديل العربيات كلها الى عربات كهربائية، يعني وترك انتبهوا الصين في قصة استهلاكها، كونها اكبر مستهلك للوقود الاحفوري الذي هو المسؤول الرئيسي عن تغير المناخ وتلوث الجو. فبتقول النظرية لو بدأت الصين الان في تغيير نمطية معاملها وانتاجها الضخم من الطاقة الاحفورية الى البديلة، سترتفع القيمة، اولا قيمة موادها الرخيصة والمعروفة بانها منتشرة في كل العالم، والنقطة الثانية ستحتاج الى 5 سنين للتغيير كل معاملها الى طاقة نظيفة. النظرية تكمل وتقول ان خلال هذه الفترة سيتم ابراز الصين على انها المدمر الرئيسي للارض، وانها السبب المباشر، هي ومعاملها ومصانعها التي تشكل 60% من الناتج العام لكل التصدير في العالم، انها هي المشكلة، من ثم مقاطعة تجارية، ثم يأتي الى كساد في السوق، ثم قلة الطلب والعرض وغيرها، فيؤدي ذلك الى تآكلها او انكماشها اقتصاديا، او اقل حد هي ايقافها من التقدم لحين التعافي الامريكي من الداخل. لاحظوا ما تفعله هنا، تكمل النظرية وتقول ان قرار جو بايدن ليلة امبارح تحديدا حضراتكم، الذي مرر في الكونجرس لاعادة بناء البنية التحتية الامريكية بالتخلي الكامل عن الطاقة الاحفورية، وبناء بنية تحتية منافسة للصين، يعني بشكل علني، انتبهوا جدا علشان كده انا بقول للنظرية دي. طبعا هي دي النظرية بكل ابعادها السياسية والاقتصادية لما يجري الان. لكن نظرية تانية بتقول غير كده، نظرية تانية بتقول ان هنالك قوى خفية، يعني قوى خفية ممكن تكون منظمات، مدارس، جهات تمويل ضخمة، عصابات، الله اعلم هي ايه، ماسونية غير ماسونية، احنا ما يهمناش، يهمنا تناول النظرية بحقيقتها. تقول ان هنالك منظمات سرية هدفها الرئيسي تدمير اكبر مساحة كاملة من الارض علشان خلق بنية او دولة
تحوي كل السلة الغذائية لكل منطقة لوحدها. يعني مثلا الوطن العربي كله يتخصص به منطقة خارج نطاق الخطر، تتجمع بها الغذاء والدواء والماء وغيره بوفرة، ثم اعتماد كل الدول دي على دولة واحدة واخضعها سياسيا واخضعها اقتصاديا، لان حضرتك سيكون عندك فلوس لكن ما عندكش حاجة تشتريها بالفلوس دي الا من تلك الدولة من وجهة نظر تلك النظرية. تكمل النظرية وتضيف ان نفس المجموعة لديها ايمان ان عمد الافساد في الارض واحراق الارض وتدمير الارض وخلق الفرص من الكوارث يؤدي ذلك الى ظهور الدجال او التسريع في ظهور الدجال. يعني دي نظرية تانية لكنها ليست بقوة النظرية الاولى التي تعتمد المعيار العلمي في كلامها، لا ننفيها، لكن انا بستعرض اليكم اهم ما ورد. اما من وجهة نظري الشخصية والمتواضعة، انا مش بحاول الناس اقنع الناس بها، لولا كده ما كنتش استعرض نظريات غيري في فيديوهاتي، لكن ده من باب شرف المهنة وان الناس تفهم ما يجري، لاني قد اكون خاطئ ببساطة. لكن انا شايف وما زلت مصمم رغم كل التحذيرات اللي اتتني من مقربين ليا ان الخوض في الموضوع ده قد يأتي بمشاكل كبيرة ليا انا شخصيا، لكن انا متشبث في رأيي ان هنالك مجموعة من المفسدين في الأرض. هذه المجموعة سرية خفية ترتبط بدول الله أعلم، هي التي تفسد وهي التي تحرق، والهدف الرئيسي إخضاع كل الدول إلى دولة واحدة أو منطقة جغرافية واحدة إن كانت بحدود دولة أو لا، لإخضاعها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وإخضاع البشر في لقمة العيش في كل منطقة من هذه الدول من العالم. يعني في أوروبا يبقى في حتة دي هتكون سلة، في الوطن العربي سلة تانية، في أمريكا سلة ثالثة، ومن خلال ذلك يسيطرون بشكل كامل على الناس، لأن الفلوس هتنفعنا ايه لو ما لقيناش حاجه نشتريها بها. يعني دي نقطه معينه، وتلك الجهه جهه مفسده مدمره للارض. لا اعلم ان كان هدفها انها ظهور الدجال ام لا، ام تسرع في ذلك، مع ان النظريات بتقول كده ان في جهات بتحاول تسرع المساله. والاهم من ذلك كله اننا احنا لا ننفي قصه التغير المناخي، لكن التغير المناخي ما بيعملش حرائق بالشكل اللي بنشوفه، خصوصا ان الغابات غابات رطبة والموجات الحارة اللي بتضربها موجات رطبة، لا ينفع ولا يصلح بها وسط احتراق. وده مش كلامي، ده كلام عدة مراكز ابحاث اهمها مشكورين المركز العربي للمناخ، يعني ناس بتوع علم قالوا الكلام ده مش بس انا. فالجهة دي أهدافها أنا شايفها واضحة، إخضاع الناس في لقمة العيش وسلب إرادتهم السياسية والدينية والعقائدية، وتترتب عليها الكثير، لأني أمام الجوع ما فيش حاجة بقى بتسلم. على كل حال من الأحوال حاولت قدر الإمكان أن أستفيد في تلك المعلومات. نحن نؤكد أن كل ما يجري هنالك يدا خفية وراء الموضوع، ولا ننفي قصة تغير المناخ التي تبرهن ارتفاع منسوب البحر نتيجة ذوبان كتلة جليدية في جرينلاند. لكن أهم حاجة هنا أن في علماء أكدوا أن حتى الكتلة المذابة في جرينلاند تم امتصاص أكثر من 10 أطنان منها في الجليد، يعني ممكن تتجمد مرة أخرى لكن قسم منها راح للمحيط، وده ممكن يشكل خطر على بعض الدول في أوروبا زي المناطق المنخفضة في أوروبا، ممكن تأثر عليها ويصير عندهم مد لا سمح الله. أما عن الدول الأخطر والمهددة والتي بها مشكلة من دولنا العربية، والله ممكن نتفاجئ في الشتاء، وأنا نبهت أني خايف من شتاء مرعب. قد يستخدمون الله أعلم أسلحة ذكية بتغير من تأيين أو من الحالة الكهربائية للغيوم فتؤدي إلى سيول فيضية وتحول النعمة إلى نقمة. واللي بيسألني بالكلام ده خرافي، لا مش خرافي، اسألوا الناس في إربيل أمطرت عندهم على درجة 50، اسألوا الناس في الإمارات أصبح عندهم سيول فيضية فين؟ في الصحراء، وأعلنوا ذلك رسميا من خلال صحيفة برافدا الروسية أن تم استخدام طائرات درون لتعديل الموجات السالبة والموجبة في الغيوم. يعني الكلام ده مش هزار، مش جايبه أنا من دماغي، لا ده كلام علمي دقيق. ويعني أنا ما زلت مؤمن في نظرية أن هنالك جهة خفية فعلا تسعى إلى تدمير ذلك. سامحوني أرجوكم إن أطلت، لكن الموضوع حساس وبيتطلب مننا كلنا تفكير، وأرجو من لديه فكرة أو نظرية قد تكون أصح مننا كلنا أن يطرحها في التعليقات علشان نتبناها لو كانت فعلا مقنعة، لأن بعض الناس للأسف
عندهم طاقة رهيبة وعقل كبير جدا في تفسير كل ما يحدث، لكن مش لاقيين منبر يوظفهم أو يوصل رأيهم إلى الناس. في النهاية لما تبقى لي إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.